فيكم مشاهدينا ونرحب بكم في برنامجكم كيف الصحة. موضوعنا اليوم هو عن مرض صامت ما تظهر ملامحه في بعض الحالات إلا عقب حدوث الكسر. فاليوم نتكلم عن هشاشة العظام وذلك من خلال المحاور الثلاثة التالية. نتكلم أول شيء عن الأعراض والأسباب، ونتكلم عن اختبار الكشف عن كثافة العظام، وأخيرا نتكلم عن أنواع العلاجات. طبعا أسئلتنا وأجوبتنا بتكون مفيدة، فخليكم ويانا. نعم مشاهدينا، أكدت دراسة طبية أجريت سنة 2011 بأن 40% من النساء في الإمارات هم عرضة للإصابة بهشاشة العظام نظراً لعدم تعرضهم بشكل كافي لأشعة الشمس للحصول على فيتامين دي. كما أشارت نفس الدراسة أن 20% منهم ما يتعرضون للشمس إطلاقاً. فما أعراض هذا المرض الصامت الذي لا تظهر علاماته إلا عقب ما يصير الحادث ويصير الكسر؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟ كل هذا بنعرفه لكن عقب هذا التقرير، خلينا نتابع ويا بعض. من الأسباب الرئيسية وراء ضعف كثافة العظام طبعاً بنلاقيها أنه موجودة أكثر عند النساء، فدائماً يعني عامل الأستروجين مهم. العوامل الثانية طبعاً هي بتكون العمر، مع تقدم العمر العظام بتخف. في عامل التغذية مهم جداً، ولما نحكي عن عامل التغذية طبعاً بدنا نذكر فيتامين دال، لأنه فيتامين دال يعني الدراسات بتأرجي أنه واطي عند معظم الناس فيتامين دال. في عامل مهم أيضا هو عامل الموفمنت الاكسرسايز. نقدر نبدأ الاهتمام بصحة عظامنا من سن مبكر جدا، وزي ما بتعرفي معظمنا يعني بنقول للأولاد أنه يشربوا حليب مشان ياخذوا الكلس. بالنسبة ل يعني الكبار بالعمر لازم يهتموا طبعا بالرياضة والتمارين اللي بتقوي من هذه العظام. التغذية جدا مهمة، نحن بنفكر انه بس الاولاد ياخذوا كالسيوم كفاية، بس حتى الكبار يلزمهم كالسيوم باليوم. فيتامين دال كمان مهم، فالتعرض للشمس طبعا مش يعني كمية طويلة من الوقت، بس يعني الدراسات بتقول على قليل نصف ساعة باليوم مشان ناخذ فيتامين دال. والتغذية الصحية بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة طبعا هي مهم السيطرة على هذه الأمراض حتى ما تأثر على هشاشة العظام. المرأة هي الضحية الأولى بالنسبة لهشاشة العظام أكثر من الرجل. هذا السؤال طبعا الدراسات لهلأ ما بنعرف الجواب يعني الشافي، بس الدراسات أثبتت أنه عامل الأستروجين مهم. فبنشوف أنه المرأة بعد سن اليأس لما كمية الأستروجين بتخف بتصير أكثر تصاب يعني في أمراض هشاشة العظام. فطبعا عامل الأستروجين مهم كتير. هلأ بالنسبة للعمر مثلا التقدم في العمر نفسه، لأنه الحركة والأكسرسايز الحركات بتخف على العظام، فهذا كمان ممكن يكون عامل. نعم مشاهدينا، خلونا نبدأ فقرتنا وحلقتنا ونرحب بالدكتور مصطفى المعيني. طبعا الدكتور مصطفى زميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، ورئيس قسم الأمراض المفصلية والحساسية والمناعة السريرية بمستشفى المفرق. يلا فيك دكتور معنا. أهلا وسهلا، كيف الصحة اليوم؟ وأتشرف بوجودي في البرنامج. أحنا لنا الشرف صراحة دكتور وجودك معنا. وطبعا فقرتنا أو حلقتنا اليوم مخصصين للحديث عن مشكلة يمكن النساء يعانون أكثر منها من الرجال، وهي هشاشة العظام. فإذا عطينا مشاهدين وفسرنا لهم وقلنا لهم ما هي هشاشة العظام في البداية؟ أولا بالنسبة لهشاشة العظام نبدأ نقول شو هي المصطلح الطبي. هناك عدة مراحل بالنسبة لصحة العظم نفسه.
تكون عظام سليمة، وبعدين في يكون في ترقرق في العظام، وبعدين في تكون في هشاشة في العظام. إذا مش القضية مش عظم سليم يتؤدي إلى هشاشة، إنما هو عبارة عن مراحل، فيبدأ بعظم سليم ثم في ترقرق ثم تكون في هشاشة. يعني دكتور ما حد ينولد بعظم في هشاشة، يعني هي دائما صحيح بعض الحالات، بعض الحالات النادرة اللي طبعا ممكن أخصائيين أطفال بيتحكموا فيها، لكن للبرنامج هو لعامة الناس بشكل عام. إنه يبدأ الإنسان يكون عظم سليم، ويأخذ الجزء يكون فعلا كثافة عالية على سن تقريبا 27 سنة. هذا هو البيك أو الأعلى، وبعدين ينزل. ثم ينزل، فينزل بتكون في ترقرق، وثم ينزل في يكون هشاشة. ففي هناك عبارة عن تعريف سوته منظمة الصحة العالمية، إن في مقياس معين إذا وصل للشخص يكون مسمى هشاشة العظام. ويمكن دكتور مثل ما فسرت إن في مراحل، وغالبا ما نشوف مثلا النساء أو بعض الأشخاص اللي يعانون من الهشاشة تكون في أعمار متقدمة، ما تكون مبكرة طبعا في حالات أخرى. طيب إذا تكلمنا عن هذه العوامل التي قد تؤدي أن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى أن يصل إلى هشاشة العظام، شو السبب دكتور؟ هو طبعا إذا دائما لما يجون المرضى في العيادة، وأكيد بعض منهم يشاهدون البرنامج، دائما أشبه لهم العظام بالجدار، بالجدار. ففي عندك طابوق، وفي عندك سميت، وفي عندك عمال يقومون ببناء هذا الجدار. فهو طبعا يا أن يكون أصلا بداية العظام ما كانت قوية، أو أن انحلالها كان بطريقة أسرع مما هو متوقع. فممكن السبب الأساسي أن أصلاً الشخص ما وصل إلى 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 إلى, إلى, إلى الكثافة العليا المفروض يوصل لها، فبالتالي البناء ما كان أصلاً سليم، أو أن بدأ ينحل العظم بطريقة سريعة. فبالتالي إذا حبينا نفصل، إذا نتكلم عن المرأة بشكل عام، أن ما أخذوا كالسيوم بشكل سليم، الجرعة المعينة كان الفيتامين د ناقص، التمارين، وحبنا أفسر إذا كان في سؤال آخر ليش التمارين مهمة جدا، ومن ثم والوزن يكون مناسب. على فكرة الناس اللي وزنهم أقل عن الطبيعي معرضين أكثر إنهم ما يبنون كثافة عظام عالية. ومن ثم لما يوصل الإنسان على سن 30 أو 27 يبدأ ينزل شوي، لكن طبعا الناس اللي عندهم بعض الأمراض ينزل بطريقة أسرع، واللي بشكل طبيعي لازم الإنسان بشكل عام، هذه القضية إنك أنت تكون مثل المستثمر، لازم تكون عندك هذا المخزون اللي بالضبط بيساعدك في هذه المرحلة، لأنك عارف أنت يوم أو لآخر رح ينزل. نعم. يعني ها مرحلة النزول بتصير صح، يعني لكن ما في مفر منها. صح، إذا بديت بمية ممكن توصل 70، إذا بديت بخمسين توصل أقل. وهني تي أهمية التغذية السليمة والصحيحة منذ الصغر، خاصة بالنسبة حق الفتيات أيضا، نسب الكالسيوم، فيتامين د اللي بنتكلم عنه أيضا اللي يلعب دور أيضا فيه. طيب ومثل ما قلنا في المقدمة وقلنا في التقرير أن مرض صامت أو هذه الهشاشة اللي تصير في العظم وقلة الدنسيتي اللي يكون في العظم يصير أو تكتشف المرأة عقب سقوط معين أو كسر معين، بس قبل ما كانت تعرف. فكيف ممكن الوحدة تعرف، يعني التشخيص كيف يتم قبل لا يصير الحادث؟ صحيح، فدائما الان المرضى لما يجون العياده تقولوا دائما يشتكون، يقولوا كل شيء عندكم صامت، الضغط الدم ضغط الدم صامت، السكري صامت، هشاشه العظام صامته. وهذا دليل على تقدم الطب، لان في السابق كانت في منطقتنا كانت ان الانسان يعيش حياه طويله كانت هي مهمه، الان اصبح الحمد لله الناس تعيش فترات يعني اعمارها على السبعينات والثمانينات، فاصبحت هذه امراض العصر. فما في مجال إن إذا كان هناك مرض صامت إلا أن الإنسان يقوم بعملية فحص دوري. فبالتالي من هو الشخص اللي ممكن ما ينتظر طبعا الكسر، لازم يفحص قبل المشكلة. فبتقولي هشاشة العظام، يعني إذا شخص سمع أن والده أو والدته عندهم هشاشة عظام، أو حد من خواله ولا أعمامه ولا عماته ولا خالاته، هو هذا الشخص ممكن يبدأ تقدم الفحص. إذا كان هناك في كسر مثلا غير، يعني إذا واحد مثلا من دراجة نارية ولا من حادث سيارة معقول، لكن إذا شخص فوق 40 سنة ومثلا كان يمشي وطاح وانكسر، المفروض مش طبيعي، مش سليم. الأشخاص اللي هم على عندهم أمراض روماتيزم، هذه أمراض نحن، سواء يعني كان عنده تاريخ عائلي أم لا، لازم نفحصه.
الأشخاص اللي يأخذوا دواء الكورتيزون بشكل أساسي جدا لازم يفحص عن طريق يفحص صحة العظام عن طريق فحص مختبري. نعم يعني هكذا عوامل تساعد أن تسرع من عملية الهشاشة وبالتالي ولكن إذا ما إذا أنت كنت في شك ما في مانع إنك تفحص. هذا بشكل عام أحب يعني أطمن. دكتور وكيف يتم التشخيص؟ يعني حد عندكم العيادة وحاب يعرف إنه نعم. عنده هشاشة ولا لا؟ صحيح. وطبعا أولا في هناك عبارة عن استبيان. هذا الاستبيان نتقدم للمريض ونحن نشوف من طريق الاستبيان هذا إذا كان عندك مثلا قلة أكل كالسيوم، عدم تعرضك للشمس، قلة فيتامين د، هل عندك تاريخ عائلي، هل أمراض معينة عندك موجودة، تحدد إذا كان عندك الخطورة عالية ولا متوسطة. إذا كانت عالية يروح المختبر، هي عبارة عن أشعة سينية لكنها جدا جدا قليلة الإشعاع، يعني حتى أقل عن الإشعاع اللي تحصل الإنسان من أشعة الصدر، فمش لها خطورة. أكيد نتكلم فيها أكثر دكتور في الفقرة الثانية وعن الجهاز اللي تستخدمونه لقياس كثافة العظم، بس قبل ندخل في هذه الجزئية، المرأة هي أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، يعني ما في اثنين يختلفون في هذا الموضوع، والأسباب قد تكون هي الهرمونات، طبعا المرأة تمر بفترة انقطاع الطمث اللي يلعب دور أيضا. هل في عوامل أخرى أيضا دكتور اللي قد تكون سبب أن المرأة أكثر عرضة من الرجل؟ والله هذا بيكون يعني اكتشاف وجائزة نوبل تنتظر الشخص اللي يعرف الحل. لكن طبعا يعني بما أن دائما لما يكون هناك مرض موجود في النساء أكثر من الرجال، أول ما يتهم هو الهرمون نعم. يعني بشكل عام هذا نعم. فحتى عندنا أمراض في الروماتيزم يعني واضحة جدا أن المرأة تصاب فيها أكثر عن الرجل، لكن صراحة الأبحاث ما أثبتت أن هرمون الأستروجين هو سبب. لكن ربما في هشاشة العظام يكون صحيح أنه نقص هرمون الأستروجين. وأحب أؤكد على أن ما الإنسان يعيش في قلق، إذا كان أموره يعني عنده صحته بشكل طيب والمرأة يعني أخطر مرحلة اللي هي سنتين بعد سن اليأس. إذا مثلا يأس سن اليأس في سن 50، فعمر 50-51 هو اللي راح تنزل فيه الهشاشة بشكل شديد، فذلك هو الوقت اللي المفروض الإنسان ينتبه على نفسه. بعدين يبدأ نزول الهشاشة أو نزول الكثافة يبدأ يعني يتباطأ. فالإجابة على السؤال الهرمون، أسباب أخرى غير معلومة، هذه أسهل إجابة أحدك يجاوبها. نعم يمكن في المستقبل القريب ممكن يعرفوا تحطون إصبعكم على السبب الرئيسي. نعم طيب دكتور، في كثير من الناس أيضا يلومون بالنسبة للنساء، ويمكن في معتقد ما أعرف إذا هو صحيح ولا لا، يعني أن الحريم أو الأشخاص اللي يشربون شاي وايد شاي يصير عندهم هشاشة العظام أسرع، واللي تكون مثلا عندهم في العائلة مثل ما ذكرت دكتور، فيصير شوية خوف عند المرأة وتحب أن تقي نفسها فتقوم بالكشف. وفي كثير من النساء أيضا دكتور يلجؤون إلى المكملات الغذائية في سن مبكر على أساس لا يصلون إلى هذه المرحلة، ويمكن يستخدمونها بشكل خاطئ، سواء الحصول على فيتامين د من الشمس يتمون فترات طويلة تحت الشمس، أو يأخذوا مكملات تكون كثيرة. فشو نقول حق النساء في هذه المرحلة دكتور؟ هو أولا حسب علمي ممكن هو الكافيين في مواد سواء كان في الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية، هو عامل الكافيين اللي هو يمنع امتصاص الكالسيوم، فهذا هو السبب إنه يمنع امتصاص الكالسيوم. لكن فعلا إن يعني الإنسان يجب أن لا يقلق بحيث إنه يأخذ أمور أكثر عن اللازم. الآن طبيب العائلة موجود في أبو ظبي في كل مكان، فالإنسان يروح مع الطبيب يفحص الكالسيوم، يفحص الفيتامين د مستوى، وهذا مهم جدا، يعني مستوى الفيتامين د جدا جدا واطي في أغلب فإذا صلحها إذا وصل إلى مرحلة طبيعية أعتقد الإنسان ما يقلق وكمل بالرياضة. ممكن لك سؤال نفهم كيف الرياضة هي؟ نعم طبعا دكتور بعد حديثنا مستمر معك، بس احنا اجرينا او سالنا الناس بعض الاسئله بخصوص هشاشه العظام، وسوينا استطلاع الراي مع الجمهور وحول اهميه الكالسيوم وفيتامين د، فخلونا نشوف ويا بعض. والله نحن عادة لازم